يؤدي تراجع مساحة الغابة إلى مشاكل أخرى، منها تآكل التربة في العديد من المواقع لا سيما على هامش الغابات. ارتفعت درجة الحرارة في السنوات الأخيرة بنصف درجة، كما انخفضت التساقطات بنسبة 24%. يؤدي تعاقب سنوات الجفاف في المغرب إلى تراجع المساحات الغابوية بصفة عامة وغابة الأرز بصفة خاصة. وبما أن شجر الأرز يمتاز بجهاز جذري سطحي فإنه لا يتوغل إلى الأعماق، وبالتالي لا يستفيد من المياه الجوفية. يؤدي تراجع غابة الأرز إلى تغير في مناخ المنطقة وتدهور البيئة وتوجهها نحو الجفاف، مما يؤدي إلى انقراض بعض الحيوانات. يتسبب تراجع مساحة الغابة في تعرية التربة وتفقيرها وتملحها، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التصحر. في يوم من الأيام كانت أشجار الأرز تكسو كل هذه الجبال، إلا أن العوامل الطبيعية والبشرية أدت إلى انقراضها تماما من هذه المناطق.